أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة من صباح العربية. صباح الخير نادين. صباح الخير مروة، وصباح الخير لمشاهدي صباح العربية. مواضيع مختلفة في حلقة اليوم، نبدأها بالعناوين. دراسة تظهر الحقيقة المرة، النساء يتعرضن لمقاطعة حديثهن ونصائح بجعل رأيك مسموعا في اجتماعات العمل. كما يحتاج لنا أبناؤنا فنحن أيضا بحاجة إليهم. قضاء الآباء وقتا أطول مع أطفالهم يغير بنية أدمغتهم بحسب دراسة جديدة. لا ترى لكنها تبدع في الطبخ. نادين لبنانية تعلم فنون الطهي الاقتصادي للشباب والشابات. مواضيع أخرى في حلقة صباح العربية لهذا اليوم وفيها أيضا. اليوم العالمي لقطع القناة الدافقة لدى الرجال. نعم، هناك يوم عالمي لهذه الوسيلة الطبية المنتشرة في الغرب لمنع الإنجاب، ولكن ما مدى تقبل الرجل العربي لهكذا وسيلة؟ حكايات اللجوء المأساوية تتكرر بمهاجرين غير شرعيين عالقوا على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. تأويهم الغابات وتحيطهم الأسلاك الشائكة التي تمنع عبورهم إلى غرب أوروبا. الشوكولاتة أيضاً أداة للقاء الشعوب. الشيف العالمي بيير ماركوليني يبدع في فن الشوكولاتة من إكسبو دبي. يقال النساء غير مسموعات، هذا هو موضوع البداية اليوم في صباح العربية. وأنا كمان صراحة، ولو أنكم لا تسمعون سوى أصوات نساء مع فريقنا النسائي هذا الأسبوع، نتكلم عن الاجتماعات في بيئة العمل، حيث تعد الاجتماعات المكان الذي تولد فيه الأفكار الجديدة، ولكنها تعد أيضا مكانا حيث تلعب السياسة وتستعرض القوى. فقد وجدت الأبحاث أن المقاطعات داخل الاجتماعات أو التجاهل تحدث بشكل أكبر لمجموعات معينة من الموظفين مثل النساء. فإذا كنت غير مرتب الأفكار، يمكن أن تكون الاجتماعات مكاناً تتم فيه مقاطعتك أو تجاهلك أو يجعلك تشعر بعدم الاحترام، وفق طبعاً ما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية. أوردت مجلة فوربس الأمريكية 5 نصائح قالت إنها تجعل صوتك مسموعاً في اجتماعات العمل. أولها الإعداد. حاول إعداد أفكار جيدة لطرحها على أجندة الاجتماع، ومن الأفضل أن تستطلع بعض الآراء قبل طرحها لتحدد مدى ارتياح زملائك لها. أيضاً يجب استخدام لغة قوية في طرح أفكارك تكشف عن إصرار. على سبيل المثال، فإن قول نريد إنجاح هذا الأمر سيكون له وقع أقوى من قول ربما ينجح. ثم مهارة التحدث، فللحديث في الاجتماعات مهارة يجب أن تتعلمها، وليس عيباً أن تتدرب على تعلمها مع الآخرين. كذلك لا تشعر بخيبة الأمل إذا تم تجاهل فكرتك بعد طرحها، خاصة إذا كنت على قناعة بأنها فكرة جيدة. وتذكر أن تجاهل الآخرين للفكرة لا يعني موتها. أخيراً التأثير، فمن المفضل أن تطرح فكرتك على من تثق بهم من زملائك قبل الاجتماع لتعرف رأيهم، فمن المؤكد أنهم سيدعمون فكرتك عندما يتم طرحها في اجتماع العمل. Thank you.
لنعرف لماذا النساء غير مسموعات. من جدة مستشار التطوير الشخصي تراد بسنبل. تراد أهلا بك معنا في صباح العربية. تراد، هل هي دراسة عابرة بأن النساء غير مسموعات ولا يمكن البناء عليها، أم فعلا في حقائق؟ ولماذا نريد أن نعرف إذا كان ذلك صحيحا، لأنه إحنا مش شايفين هيك. والله بداية البرنامج بصراحة يعني الواحد يخاف يقول أي كلمة غير الموافقة معاكم. منع حمل الرجال وموضوع حلقة نسائية بحتة، راح نسيطر اليوم من كله. لا مسيطرين من زمان. لا، الفكرة بصراحة يعني ما هي مجرد أنه مهم مسموع، يعني إن كان في قصص تاريخية ولا قصص قيادية، المرأة لها دور كبير. يعني مجلس الشورى لما دخل النساء إلى مجلس الشورى كان أحد الأسباب أنه النبي عليه الصلاة والسلام استشار زوجته لما الصحابة كانوا رافضين أنهم يرجعوا أو يعني يتركوا إحرامهم لما في صلح الحديبية. فالفكرة النساء مسموع آراءهم من قيادات وقصص تاريخية ومحلية. خلينا نأخذ مثال غوى ومروة على إنسانة قائدة كانت موظفة بعدين أصبحت قيادية، فبتحكي تجربتها كيف لما جابت أفكار وهي دوبها جاية على شغل جديد، جايبة بأفكار رائعة. عندنا كيف تشتري موافقة الجميع، هذه أول نقطة. النقطة الثانية للقادة نفسهم، كيف يستخدموا القاعدة البلقيسية، وهي امرأة كمان ملكة، وكيف يستخدموا القاعدة اليوسفية، وفي النهاية في حكمة هنختم فيها. حلو، نبدأ بالإنسان القيادية اللي بدأت في شغل جديد وشافت نواقص وشافت أشياء، فقالت خليني أجي بأفكار وأطرحها للإدارة في الاجتماع. جمعت فريق العمل وطلبت المدير يجتمع وقالت لهم هذه وهذه المشكلة كذا حلها وهذه كذا حلها. تخيلي زي ما تفضلتي رفضوا رفض قاطع. ليش؟ إحنا بنتعامل مع بشر. لما تجي تحسسيني إنه أنت اللي فاهمة كل شيء وإحنا كلنا كل السنين هذه ما فهمنا ولا حاجة، فكان الرفض يعني بشراسة. إيش سوت بطريقة بسيطة؟ هي أحد النقاط اللي وردت في التقرير في الخمسة نقاط، يسموها creating buy-in. يعني مروة تبى تحط فكرة في البرنامج، تكلم غوى، تكلم خلود، وتكلم أدري مين، كل واحد لوحده إيش رأيك في الفكرة، وتأخذ كلمتين من خلود وتأخذ كلمتين من غوى وتأخذ كلمتين من كل فريق العمل. مسيو شربل عندنا اجتماع، لو تسمح لي نبغى اجتماع، في أفكار ما شاء الله تبارك الله فريق العمل كله شاركنا فيها، لما صارت الحاجة فلانية نبغى نعمل كذا. وطالع في خلود حتبتسم لك وتهز راسها، طالع في غوى حتلاقي غوى تبتسم، لأنه كل واحد بتقولي نقطة أنت بتشيري إليه unconsciously بلا وعي. تلاقي شرب الجالس طالع فيكم كلكم، والله افكار حلوه الظاهر كلكم موافقين يعني عليها، يعني اكسب يلا بسم الله الفريق انه انا اخليهم نوع من المشاركه او جزء من هذه الافكار حتى اقنعهم بفكرتي. ولكن هناك منافسه، يعني منافسه شريفه طبعا ما بين فريق العمل، يعني ازاي اتفادى هذه النقاط انه انا احمسهم على فكرتي في الاساس واخليهم يدعموني فيها. هذه النقطة اللي كنا نبغى نختم فيها حجيبها في البداية. يلا سريعا لأن وقتنا ضيق. ليس هناك حد ما يستطيع أن يصل إليه الإنسان إذا لم يأبه لمن ينسب النجاح. إذا جلست بقول لا الفكرة فكرتي، طب أنت في النهاية لو طبقت الفكرة حتستمتعي حتنجحي. خليني أعطيك مثال حتى في القيادة. بلقيس تقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير عنده مبادرات إنسانية، هذا الإنسان مؤسسة إنسانية ماشية، فدعاني لأحد المبادرات، شفت فريق العمل متحمسين للمبادرة بشكل غريب. قلت له كيف سويت هذا الموضوع معاهم؟ قال لي أنا حتى صاحب القرار أستشيرهم حتى في الشعار، فيقولوا لي آراء كذا أروح أعدلها على الشعار، تلاقي الفريق كله متحمس. هذه القاعدة البلقيسية. أخيرا حتى في العقاب مروة، لما أحد يبغى يعاقب مدير عنده عقاب يبغى يقرره على أحد، يقول لهم فما جزاؤه، هذه القاعدة يوسفية، ما جزاؤه إن كان من الكاذبين، إيش نعمل في اللي يتأخر ولا اللي يقصر؟ هم يقترحوا العقوبة عشان لا تطلع أنت شكل المتشدد والناس تقاومك. خلينا نسمع رأي الشارع، ما هي طريقتك الخاصة لجعل رأيك مسموعا في الاجتماعات ومن ثم أعود إليك. كابتن، ما هي طريقتك الخاصة لتجعل صوتك مسموعا في الاجتماع؟ أرفع صوتي بس. فن التخاطب والأسلوب والحوار. أبي أفرض رأيي، أول شيء لازم يكون رأيي يعني صحيح وحقيقة، مو أني أكثر في الكلام وأجادل في الكلام وأفتح مواضيع ثانية أضيع حقيقة رأي. نطرح الآراء مع طرح أمثلة طبعا، ونقول آراءنا بشكل واقعي بعيدا عن المثالية. الكلام المثالي خلاص ما عادت الناس تبي تسمعه، وحتى أنا سمعته ما راح تقتنع فيه، نعطيه بشكل واقعي مدعوم بأمثلة ولعل وعسى. صوتك لما يكون مرة مرتفع تنفر الناس مثلا منك، ولا يكون واطي ما حد ينتبه لك، يكون يعني ممكن يؤخذ برأي يعني بين ربعي وبين ناس، يعني أكون شخص يعني
مطلع أكون على الموضوع اللي بطرحه أو الفكرة اللي بوصلها، أشوف إيش المحاور اللي فيه وبعد كذا أعطي رأيي ويكون يعني مسموع بإذن الله. يعني هي الأدب في الحوار يعني، واختيار الوقت المناسب وبأسلوب هادي وتقبل الطرف الثاني وجهات بعدم اختلاف وجهات النظر يعني. يعني شاهدنا الآراء وسألنا العديد من الناس في الشارع يا طراد، وخليني أخذ منك يعني الخلاصة للموضوع، كيف أكون مصدر قوة ومصدر يعني طاقة في هذا الاجتماع وأقنعهم، وخاصة الأشخاص اللي بتقاطعني أتعامل معهم إزاي؟ What's in it for me؟ يسموها WFM. أنا حستفيد إيه من فكرتك؟ لازم تشوفي لكل شخص معاك الفكرة هذه كيف تنفعه، إيش الجانب اللي حضيف إليه. هذه النقطة مروة لو سويتيها الناس حيجروا يقولوا يلا مروة متى حتقدمي فكرتك، وما حد حيقاطعك لما تتكلمي. شوفي إيش فايدة كل إنسان في الفريق من الفكرة اللي بتقدميها، حتلاقي كل شيء يتغير في الاجتماع. حلو، لازم يكون محبوب يا طراد؟ يعني مو حكاية محبوب، أنت حتى لو إنسان مثلا ما في شخص بينك وبينه، الطبيعي أنه في ناس تتنافر في ناس تتجاذب، لكن حتى المتنافرة معه لما توري له أنت إيش مصلحتك من فكرتي اللي أنا جالسة أقدمها، يصير التنافر راح وتبدأ تزيد المحبة. ما حاجة ما نكونش مصطفى بس نذاكر نذاكر وما نكونش في نوع من المشاركة. إحنا بنحبك في كل الأحوال. بس هذا المثال. يا طراد للأسف وقتنا خلص، بس استفدنا من هذه الفقرة بفرض آرائنا في الاجتماعات. استعد وسام، شكرا جزيلا لك يا طراد بسم. طيب، بمزيد من الثقة في النفس ومزيد من الحب في هذه القصة وهذا التقرير، لجأت نادين وهي كفيفة وأم لثلاثة أولاد، لجأت لإعطاء دروس تعلم فيها الطبخ أونلاين لشباب وشابات يريدون ما هو سهل وسريع التطبيق ويوفر عليهم في ظل هذه الأزمة التي يعيشها لبنان. نادين وجدت في التعليم عن بعد بعضا من مدخول تسند به أسرتها. نتابع. أنا اسمي نادين العطلة لحود وأنا كفيفة من عمر 11 سنة، مزوجة عندي 3 أولاد. أنا ما بعرف كيف شكلهم، كنت بتمنى أني أشوفهم لأنه كل العالم بتقلي أولادك حلوين. تعلمت الطبخ من المرحومة أمي، نفسها كان طيب. في كتير ناس يسألوني كيف بتعملي أكل أنت ما بتقشعي، فحبيت فرجي للعالم من طريقة الأونلاين اللي بده يتعلم طبخة يطلع يدق على هيدا الرقم كذا، وفي كتير ناس تجاوبوا بهيدا الموضوع وتصاروا يتصلوا ويتعلموا مني طبخات على الأونلاين، ولاقوا انه هذا شيء كتير مميز، انه إنساني كفيفة عندها عائلة لتستمر بالحياة، ما في شيء عيقة. إيدي نحن اليوم رح نعمل مدردرة وسلطة خفيفة نظيفة وما بتاخد معك كتير وقت. حضرنا كباية عدس، نص كباية رز، بصلة، ونتفت زيت. ونتفت زيت بس وسط، بصلة وسط صح. أنا أكثر شيء ساعدت طلاب الجامعات اللي قاعدين بالفويه أو اللي قاعدين لحالهم ما عندهم أهل يقدروا يساعدون بالطبخ، كانوا هني بتعلموا أو بيشتغلوا ما عندهم وقت كتير، فضلوا أنه ياخدوا أكل بيتي صحي نظيف أوفر من الدليفري. بيناتهم لحديث اليوم بيتصلوا بيدهم أكلات سهلة وخفيفة، ومنه بتخفف على جيبتهم ومنه بتساعدني لقلي بمدخول الشهري للولاد على البيت. النظر مش هو كل شيء، مش إعاقة، يعني النظر إعاقة هو إعاقة العقل. نشكر الله أنه في عقل والحمد لله على كل شيء. موضوع قد يكون مقرفاً للبعض، فقد أجازت المفوضية الأوروبية طرح الجراد كغذاء في أوروبا، مؤكدة أنه سيكون متاحاً مجمداً مجففاً للأنواع ومسحوقاً ومقرمشاً وسيباع كوجبة خفيفة سناك كمان. كان الاتحاد الأوروبي اتخذ في يونيو الماضي للمرة الأولى قراراً بإجازة بيع حشرة كغذاء وهي ديدان الوجبة، وتعتبر أو تعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن
الحشرات أغذية مفيدة جدا وصحية أيضا، بينما يعتبرها الاتحاد الأوروبي مصدرا بديلا للبروتين يتيح نظاما غذائيا أكثر استدامة مليء بالبروتين كمان. إذا مغذي وبضاعف وما بنصح من بنفكر فيه أكيد بنجرب بالضرورة أحكم. أسابيع قليلة وينطلق الحفل الفني السينمائي الدولي الأكبر، حيث ينتظر الجميع من حول العالم الدورة الأولى بمهرجان بحر الأحمر السينمائي، والذي يجمع أهم صناع السينما وأهم نجومها من الوطن العربي والعالم، ويقدم أيضاً أهم الأفلام، بالإضافة لعشرات التجارب السينمائية لمبدعين سعوديين وغير ذلك الكثير والكثير. الأستاذ محمد التركي مدير لجنة المهرجان في هذا اللقاء يتحدث عن الكثير من التفاصيل مع سهل وعلى المتابعة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، نحن الآن طبعا على يعني قدم وساق استعدادات كثيرة، لأنه بدأ العد التنازلي أو العكسي لبدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المهرجان السينمائي الأكبر في المنطقة، ولكل الأعين عليه في انتظار أن يبدأ المهرجان ونشوف هذه النسخة الأولى إيش فيها وإيش تحمل من مفاجآت. أنا معي الآن الأستاذ محمد التركي رئيس لجنة المهرجان الدولي. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. هلا مرحبا. مع اقتراب المهرجان والوقت صار أسرع، ويلا باقي أقل من شهر يعني ونبدأ، أقول لي كده يعني الاستعدادات كيف شايفها؟ طبعا زي ما ذكرت العدد التنازلي بدأ، فإحنا كلنا يعني ما قاعد ننام وقاعد نجهز لهذه الدورة، بس متحمسين نعتقد أن هذه الدورة حتكون بإذن الله دورة ناجحة. عندنا كل الدعم وعندنا فريق ممتاز، ممتن أني أكون من هذا الفريق. عندنا أفلام جميلة راح تنعرض في المهرجان، وطبعاً موقع المهرجان اللي هو رمز إبداعي جميل من تاريخ المملكة اللي هو جدة تاريخية البلد اللي وصفت من قائمة اليونسكو، وغير عن كذا تمثل فيه كثير من قصص تاريخنا وإرثنا العريق، فإنه يكون هو مركز المهرجان هذا دعم لل السينمائيين وللناس اللي من أهل الثقافة وأهل الإعلام. هل تم اختيار المنطقة هذه السنة عشان يعني تعطى طابع معين لهذه الدورة، بينما قد تكون الدورة جاية مثلا في مكان مختلف، ولا لا دائما رح يكون مرتبط المهرجان مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجد البلد؟ أعتقد دائما رح يرتبط مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجد البلد، زي ما ذكرت هوية المنطقة. هوية المنطقة يعني فيها تاريخ عريق وأهمية المنطقة لجدة وللسعودية بالأحرى. أيوة، خلينا نحكي شوية عن الاختيارات الأفلام. اخترتوا هذه السنة فيلم افتتاح جدا مهم سيرانو، واخترنا برا المنهج فيلم ختام، أحكي لنا عن الاختيارين. طبعا أهمية الأفلام اللي راح نعرضها في المهرجان خاصة فيلم الافتتاح وفيلم الختام، هذه الأفلام لازم يكون فيها العرض الأول في المنطقة. فيلم سيرانو راح يكون العرض الأول على الإقليم العالمي بعد ما عرض في مهرجان روم، فهذا أول افتتاح له قبل الولايات الأمريكية المتحدة وقبل عرضه في بريطانيا، فهذا دعم كبير أن مخرج إبداعي زي المخرج جو رايت يعطينا فيلم سيرانو ليلة الافتتاح. طبعا فيلم الختام حيكون برا المنهج، ايوه فيلم مصري وراح يكون اول عرض له في العالم. مبدئيا قبل ما يبدا المهرجان، هل حسيت انه الجائحه والسنتين هذه الماضيه ظروف اثرت عليهم فاختلفت الافلام اللي صنعوها عن السنوات اللي قبل؟ مو بس في السعوديه، اعتقد المبدعين كلهم ابدعوا بفتره كورونا، صار عندهم وقت يجلسوا ويراجعوا نفسهم ويكتبوا. أيوة. ويطلعت كل المواهب المدفونة تطلع يعني في هذه أفضل. الفترة طبعاً. أيوة. أفضل. أيوة. وشفنا أفلام كثيرة مو بس بالسعودية بالعالم. يعني في أفلام كثيرة صنعت في فترة كورونا، يعني طلعت إبداعات كبيرة، فشباب السعوديين أبدعوا في هذه الفترة. أيوة. بس مو بس السعودية، يعني شوف إحنا الحين مهرجان سينمائي سعودي دولي، بس إحنا في عصر قاعد نعيش عصر ازدهار في ثورة ثقافية قاعد تنمو وتزدهر، فإحنا رح نستمر نتقدم في الأمام. أنا عارفة أنه قد ما توقعنا، أنا متأكدة أنه على أرض الواقع النتيجة حتكون أكبر وأهم، فالناس كلها لازم تساهم في نجاح هذه الدورة من المهرجان واللي هي الأولى. إيه شكرا لك. شكرا.
باستخدام الذكاء الاصطناعي ترجم رجل مشلول أفكاره إلى نصوص مكتوبة، وذلك بواسطة شريحة ذكية. العلماء أكدوا أن دقة قراءة الأفكار وصلت إلى 94%، ويعتبر جهاز قراءة الأفكار جزءا من تعاون بحثي باسم برينجيت، والذي يمكن الذكاء الاصطناعي من فك شفرة نية المستخدم بسرعة أكبر أثناء رسم الحروف كسرعة كتابة رسائل نصية. لكن العلماء أيضاً أكدوا على أن هذا النظام هو دليل على المفهوم فقط، وليس منتجاً كاملاً وقابل للتطبيق سريرياً حتى الآن. هل تمضي ما يكفي من الوقت مع أبنائك؟ السؤال موجه للأباء خصوصاً. طبعاً المعروف أن الأبناء بحاجة لذلك الوقت، ولكن ماذا لو قلنا لك عزيزي المشاهد أن إمضاء الوقت مع أبنائك مفيد لك؟ دراسة جديدة كشفت أن الآباء الذين يقضون وقتاً أطول مع أطفالهم لديهم بنية دماغية مختلفة عن الآباء الذين يجلسون مع أطفالهم لفترة قصيرة. الرجال الذين يقومون بالمشاركة باستمرار في رعاية أطفالهم والاستمتاع بقضاء كثير من الوقت معهم يستطيعون الحفاظ على توازن الجسم وينعمون بمشاعر الأبوة والأمومة بشكل أكبر، وبالتالي يكون هؤلاء الآباء أكثر ثقة ونشاطاً. أثبتت دراسة لجامعة إيسكس البريطانية أن الآباء والأطفال الذين يعملون على حل الألغاز معا يجعلون أدمغتهم متوافقة ونشطة. أكدت الدراسة على أهمية تعزيز مشاركة الآباء في رعاية الأطفال في سياق مجتمعي أوسع، ودعمهم قدر الإمكان في هذا الأمر تعزيزا لصحتهم ولصحة أطفالهم. وكشفت الدراسة أن الرجال الذين يقومون بالمشاركة باستمرار في رعاية أطفالهم والاستمتاع بقضاء كثير من الوقت معهم يكون حجم منطقة ما تحت المهاد في أدمغتهم أكبر من غيرهم، وتعرف هذه المنطقة بأنها حجم حبة اللوز، وتقع في قاعدة الدماغ بالقرب من الغدة النخامية، وتلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن الجسم وإنتاج الهرمونات وتحفيز مشاعر التعلق والأبوة والأمومة. ويأمل الفريق في هذه الدراسة أن تساعد النتائج على فهم للعلاقات بين الأطفال وآبائهم بشكل أفضل. سألنا الآباء عن مدى تأثير علاقتهم مع أطفالهم على حياتهم وأفكارهم ونفسيتهم. أكيد العلاقة بدها تكون بين الأب وأبنائه، إذا ما كان فيها حوار وما كان فيها إعطائهم تحمل مسؤولية راح يكون فيها إشي ميسنج. فكتير مهم يكون العلاقة علاقة صداقة مبنية على أطر وأسس زي ما بيحكوا، واضحة، مبادئ معينة تكون ماشية بمحبة وبتفاهم وبحزم بنفس الوقت. يعني لازم، لأنه إحنا من ربي بالنهاية هدول أولادنا، بدنا إياهم يطلعوا شباب بيتحملوا مسؤولية حياتهم ومجتمعهم. أكيد الأب له تأثير كبير في العلاقة مع أولاد، خصوصا هو زي ما تقول هو المركز، البيت هو الداعم للبيت. طبعا إحنا ما ننكر دور الأم في الموضوع، لكن الأب هو كل ما يظهر المحبة للطفل ويظهر أنه هو داعم للطفل، الطفل دائما عنده ثقة. الرجل في البيت هو دائما شغله، دائما الطفل يرتكز عليها وشغله يحب يرجع لها، فدائما انت بتعطيه الثقه، انت كأب بتعطي الثقه للطفل في حياته، خصوصا هو رايح المدرسه او في البيت او تعاونه مع الاطفال او الخارج، دائما هو تعطيه انت الثقه كأب بانك تفرجيه محبتك له. الأب لما يكون قريب من اطفاله، خلينا نحكي تكون العلاقه وديه، تكون العلاقه يعني خلنا نحكي ضمن الإطار الأسري، يفهم احتياجاتهم، إيش اللي بدهم إياه. إذا كان الأب بعيد يمكن يعمل ما بين الأسرة حاجز إنه ما يفهم احتياجاتهم اليومية. ومن عمان تنضم إلينا الاستشارية النفسية الدكتورة نهاية الرماوي، أهلا بك معنا، صباح الخير. ويمكن هذا الوقت مهم جدا للطفل وللأسرة بشكل عام، يعني بنسميه دائما quality time، ولكن كيف يعود بالنفع على الأباء؟ زي إحنا نستفيد من هذه النقطة صحيا؟
صباح الخير وعلى جميع المشاهدين. صباح الخير. بداية نعرف أنه أكيد رح يأثر على إيجابياً إذا كانت العلاقة إيجابية والتفاعل إيجابي بين الأب وأبنائه. إذا نخص الأب بهذه بهذا النقاش، نلاحظ أنه في اختلاف مستويات هرمونية بتصير في الدماغ الأمومي، بتصير عندها تغيرات بالنواقل العصبية، وهذا اللي بخليها تحن وترعى وتعطف. ولا شك أنه كمان الآباء بحدث عندهم نفس التغيير في الدماغ بعد الدراسات، وفي الدراسة السابقة للدراسة اللي ذكرتوها في جامعة دنفر بأمريكا كذلك تحدثت عن هذا الموضوع، أنهم أجروا دراسة على أشخاص كانوا بمرحلتين كانوا يلعبوا مع أولادهم، وجدوا أنه أدمغتهم بيختلف فيها النواقل العصبية وبيختلف حجم الأميجدالا. ليش؟ لأنه في عندنا نواقل عصبية مثل الأوكسيتوستين مثلا، مثل البرولاكتين، كلها هاي بترتفع، وبالتالي بتؤدي إلى أنه فعلا في الدراسات وفي الفحص ببين أنه حجم الدماغ بيختلف نتيجة زيادة حجم المادة الرمادية اللي بتزيد في منطقة اللوز الدماغية. في صورة كانت تم تداولها في السوشيال ميديا مؤخرا لدماغ طفل صغير، وصورة أخرى يعني من كثرة التقبيل والحضن والاهتمام من قبل الأهل، إنه كأنه في الإشارات ومحفزات على الدماغ. يعني ما بعرف إذا هاي الصورة صحيحة، وهل فعلا هذه التغييرات التي نتحدث عنها هي بيولوجية تصبح داخل دماغ الآباء وليست نفسية؟ هي نفسية تؤدي إلى تغيرات عصبية، نفس عصبية بنسميها في علم النفس العصبية، تحدث عن هذه الموضوعات، لأنه زي ما حكينا المادة الرمادية اللي بتكون في منطقة اللوز الدماغية بيزداد حجمها وبتكبر نتيجة هاي النواقل العصبية. طبعا الحضن والحب واللعب مع الأطفال والتفاعل أيضا يحفز دماغ الرجل إلى أنه يتغير، وهذا الشيء يغير نفسيته، بالتالي بصير أكثر هدوءا، أكثر راحة، أكثر سعادة. الأوكسيتوسين هو هرمون الحب، وهو من هرمونات السعادة اللي بتخلي الأشخاص يشعرون بالسعادة، فهو جزء من الأبوة إنه الإنسان يقوم بأبوته بالدور الصحيح حتى يشعر بهذه المشاعر. يعني بده يرتاح يلعب مع أولاده، مع طفل غريب، فما بالك لما يلعب مع أولاده. طيب بالحديث عن طفل غريب دكتورة نهاية، يعني أشرت إلى طفل غريب، طب ماذا إذا كان شخص يعني هدول مش أولاده وتم القضاء وقت طويل معهم، هل أيضا يتأثر بنفس تأثير الأباء؟ هلا يتأثر أكيد بقدر تدفق الحب والأكسيتوسين، هي يعني الموضوع ليس بمن هم الأشخاص إنما هي كيف تنطلق المشاعر من داخلك. وهي يصبح لدينا الأكسيتوسين اللي أنا بتحدث عنه، هرمون العناق، هرمون الحب، هرمون السعادة، هذا يعطينا جزء من الراحة. حتى الشخص المحب هذا بيكون تدفق هذا النوع من النواقل العصبية عنده بيكون كثير، وبالتالي يشعر المرء بالراحة، يشعر بال يعني بحب الحياة، يعني يشعر بالسعادة، طاقات إيجابية وصحة نفسية سليمة. مقدار يعني الوقت يوميا قد إيه لازم يقضي وقت مع الطفل حتى يستفيد من كل هذه المنافع، ويعني هذه المصلحة للطرفين ليس فقط للأباء؟ طبعا نحكي احنا دائما هي بالكواليتي تايم، يعني الوقت اللي بتقضيه مع ابنك بفاعليه مهم جدا. يعني ما تلوم حالك اذا كنت انت مشغول ومش عم بتلاقي الوقت الكافي جدا، لكن وقت ممكن انه تقعد معهم. احنا لانه بنحكي في فرق بين الرعايه وبين التربيه والاهتمام بالاولاد، ممكن الرعايه توكلها لشخص ثاني، لكن التربيه واللعب مع اولادك والحديث معهم اكيد لا شك سوف يؤثر على الابناء ويؤثر على الاباء في نفس الوقت. لذلك انه كل ما قضينا وقت في منفعه فائدة، مش الوقت انه تلعب معه وتلعب معه مثلا، كن مركز معه بكل حواسك مش فقط مركز على الموبايل وقاعد معه. يعطيكي ألف عافية استشارية نفسية دكتورة نهاية ريماوي، كنتي معنا من عمان. نذهب إلى قصة نجاح خالد حلبي، نجح في صناعة العود وفتح أول ورشة لصناعته في كندا. المهنة التي ورثها من أجداده جعلته يصنع أعواداً أطلق عليها اسم طرابلس، اختلفت عن غيرها لأنها أعادت موسيقى العود الشرقية الأصيلة، واشتهر بين العازفين الكنديين والعرب. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. موسيقى
مع رفيق العمر. هكذا وصف صانع آلة العود خالد بشار الحلبي رحلته من سوريا إلى كندا، والتي تجسدت بالنجاح واستطاع فتح أول ورشة لصناعة العود في كندا. من لما كنت بسوريا ويعني كان الهدف أنه طالع على كندا، أنا صرت حط أحلام وآفاق على كيف بدي أنقل مهنة العود من سوريا على كندا، وكيف ممكن أنا يكون في عندي هالعلاقات. بس أوصل لهون ما كنت عارفان حالي كيف ممكن أقدر، إذا بستمر أو لا بقدر كمل بهالمهنة ولا لا. يعني العود ثقافة مختلفة تماما عن العالم الكندي، فيعني ما بيكون بالهين أنك أنت تقدري تستمر بهيك مهنة هون. مهنة تورثها خالد عن والده وأجداده، نشأ وترعرع وسط ورشة صناعة العود وأصبحت جزءاً منه. ما هي علاقتك مع العود؟ مثل عم تسألي واحد شو علاقتك بنفسك، هو نفس السؤال. أنا والعود من يوم خلقنا وأنا بالورشة مع أبي، بين هالمكنات وبين هالخشب وبين هالعدة، رأيت على الدنيا وأنا عم شوف صناعة العود بعيوني، فما بحس حالي غير أنا والعود واحد. خالد أطلق اسم طربلك على العود الذي يصنعه وميزه عن غيره. طربلك هو حصيلة وجودي بكندا هالخمس سنوات اللي مضيت. فنحن بطربلك قدرنا نعمل شخصية جديدة، بحيث أنه نحن نكون بعكس الموجود حاليا من الصناع، أنه عم يروحوا باتجاه يقلدوا عود بصوت جيتار. نحن عم نحاول بالعكس نعمل نرجع العود لأساسه وشرقيته القديمة. ستبقى صناعة العود مثل العزف عليه، متوارثة من جيل إلى آخر. فالعود سلطان الآلات ومجلب المسرات. رفاه السعد، العربية، تورنتو. I can show you the world shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world. A new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew, but when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world, 100,000 things to see. I'm like a shooting star, I've come so far, I can't go back to where I used to be. With new horizons to pursue, I'll chase them anywhere, it's time to spare. Let me share this whole new world with you. Where we'll be, a thrilling chase for you and me. Bye.
بعد عامين من الاختبارات في جميع أنحاء البلاد، ألغت الصين تنشيط لعبة فورتنايت الشهيرة ومسحت بيانات اللاعبين وملفاتهم الشخصية. وكانت شركة إيبك جيمز أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستوقف نسختها فورتنايت في الصين على وقع القيود التي تفرضها بكين لتجديد قبضتها على القطاع الرقمي، والتي طالت هذا القطاع قطاع الألعاب الفيديو الذي يدر إيرادات كبيرة على البلاد، لكنه يواجه انتقادات بسبب إدمان الكثير من اللاعبين اليافعين على ألعاب الفيديو. الآن إلى موضوع جدلي جداً 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 جداً. نذهب إلى الجانب الأول من القصة في مصر هذه المرة، ومن ثم نذهب إلى الموضوع الجدلي أكثر، تفاصيل أكثر. أولاً، مواجهة خطر الزيادة السكانية، الحكومة تسعى لخفض معدل الخصوبة والذي يقاس ببساطة بمتوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها. فوفقاً للبيانات الحديثة، فإن معدل الخصوبة في مصر حالياً مرتفع، يصل إلى 3.4%، وتستهدف الحكومة خفضه إلى 2%، لأن دراسات تشير إلى أنه إذا استمر المعدل الحالي فإن تعداد السكان في مصر عام 2052 سيصل إلى 193 مليون نسمة. أوف. وفي إطار هذا الموضوع الجدلي جداً أيضاً نادين، الآن سنذهب إلى الجدلي جداً. صحيح. غالباً ما تتحمل النساء مهمة تأجيل الإنجاب عبر استخدام وسائل منع الحمل المتعددة، لكن بعض الرجال لا يفضلون ترك هذه المهمة للنساء فقط، حيث يلجؤون في بعض الأحيان لاختيار وسيلة بناءً على مدى فعاليتها أو فعاليتها والآثار الجانبية المحتملة وخطط الإنجاب في المستقبل. ومن أكثر الوسائل نجاعة هي عملية قطع القناة الدافقة، عملية الربط للرجل. قد تبدو فكرة غريبة أو مخيفة للرجال، لكنها وبحسب الأطباء تظل الأكثر رواجاً لتعطيل خصوبة الرجال وبشكل مؤكد، على عكس باقي وسائل منع الحمل. وللرجوع عن هذا القرار يتطلب مرة جديدة الخضوع لعملية جراحية. رغم أن الكثير من الرجال لا يشعرون بالراحة تجاه فكرة التعقيم، إلا أن بحثاً كشف أن حوالي 500,000 رجل يقدمون على إجراء عملية قطع القناة الدافقة كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي استبيان آخر شارك فيه 6,000 شخص، تبين أن الرجال الذين خضعوا للعملية ازداد نشاطهم الجنسي أكثر بنحو 6 مرات مقارنة مع الذين لم يخضعوا للإجراء، طبعاً لزيادة ثقتهم في عدم الإنجاب. ويؤكد أخصائيو أمراض الذكورة والأطباء في هذا المجال بأن الأزواج بحاجة إلى معرفة كل شيء قبل اتخاذ قرار بهذه العملية، فهي بسيطة، تستغرق ما بين 10 دقائق إلى 30 دقيقة كحد أقصى. يمكن أن يشعر الرجل ببعض الآلام لبضعة أيام قد تستمر أسبوعاً، وهي لا تؤثر على الرغبة أو العملية الجنسية، فلا تأثير لها على هرمون الذكورة في الجسم. ومن المهم أن يعرف الزوجان أن احتمال فشلها وارد، فرجل من كل 2,000 رجل أجروا هذه العملية حدثت عملية حمل لزوجته، وأيضاً 20% فشلت عملياتهم في إعادة ربطها. الحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو دكتور ثامر قصاب، أخصائي جراحة المسالك البولية. دكتور ثامر، أهلا بك معنا وصباح الخير. صباح العربية. بالأول إذا بدنا نشرح عن فكرة القناة الدافقة، هل نتحدث عن قطع أم ربط؟
في الحقيقة هم الاثنان معا علشان نضمن أنه لا يوجد انتقال للحيوان المنوي. في الأول نقوم بعملية القطع، ثم نربط بشكل معقوف الأطراف علشان نضمن ما يرجع يصير ريونيون. فهي في الحقيقة الاثنان، يتم القطع ثم نربطها ونحفظها لبعدها عن بعضها. وعادة نسبة الالتئام أنه يحصل إعادة ذاتية للالتئام قليلة جدا ولا تجتاز 1%. ما الذي يجعل الرجل يأخذ هذا القرار أنه هو يكون صاحب وسيلة منع الحمل؟ يعني دائما في هذه المجتمعات تعودنا أن السيدات هم يعني هن من يستخدمن هذه الموانع بشكل أو بآخر، أنواع مختلفة. كلام صحيح، لكن في الآخر شيرينج إز كيرينج. القرار يجب هذا الموضوع ما كانش فيه أي نوع شيرينج في مجتمعاتنا، لكن في الحقيقة هو المفروض يكون هيك، لأنه في بعض الأحيان القرار الوحيد، يعني في بعض الأحيان تصير موانع عند الست لاستخدامها للأدوية خطير على حياتها بسبب كون عندها أمراض. استخدامها للإبر أو حتى وضع اللوب أو اللولب ما يسمى يعمل نوع من الالتهابات أو الإفرازات أو الآلام المزمنة. فهون يتقدم الرجل. إحنا دائما ننصح الرجل في الأول باستخدام الموانع البسيطة، قد يكون القذف الخارجي أو استخدام الغطاء الواقي علشان نبتعد عن أي إجراءات جراحية. لكن في بعض الرجال يضايقهم هذا الموضوع لسبب أو لآخر ولا يستطيعون التحكم، فنلجأ إلى قطع الحبل المنوي. ويستطيع إعادة فك هذا الحبل ويعيد للإنجاب مرة أخرى؟ هذه أحد الأشياء الضرورية، وهو سؤال رائع في الحقيقة. قبل ما نتخذ هذا الإجراء نقعد مع المريض فترة طويلة، ويجب أن يفهم ما له وما عليه، لأنه نجاح عملية القطع عالي جدا، لكن نجاح عملية إعادة الربط جدا قليل وفي الغالب تفشل. والنجاح يكون بشكل فوري؟ النجاح بشكل فوري بعد أشهر حقيقة. إنه الحيوان المنوي عشان يفرغ من كل القنوات يحتاج 3 شهور، فإحنا ننصح بعد إجراء العملية بعد أسبوع لما يتم الالتهام بإجراء الممارسة مرتين في الأسبوع لمدة 3 شهور، ثم إعادة فحص السائل عند 3 شهور للتأكد من خلوة من الحيوان. طيب، وليس مباشرة. سنعود للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع دكتور، ولكن خلينا نسأل الشارع وهو الأهم حول هذا الموضوع. أكيد هناك اختلافات في الرأي، سألنا الشارع المصري تحديدا هل يمكن أن تلجأ لإجراء طبي يحد من قدرتك على الإنجاب؟ كيف هي الإجابات؟ نتابع. لو في طب بيتعالج في الكلام دوت ومن غير حرام وحلال وسواء تكلفة أو مش تكلفة، طبعا أقدر أعمل حاجة زي كده وأقدر أقوم بالكلام ده وبالإجراء ده. مش لأنية، كلها حاجة بتاعت ربنا ما لجأش ليها، بس هو كل واحد دي عامة حاجة حرية شخصية. احنا متعودين يعني اللي هي كلها بتبقى تبع الحريم يعني أو الستات، مش من الرجال. يعني ده شيء مستبعد تماما، إيه اللي يخليني أعمل إجراء طبي وبالعكس أنا لو حبيت بعد كده أرجع عايز أنجب لأي ظرف من الظروف؟ استحالة طبعا، وقتها الإجراء الطبي ده ممكن ألغيه أو أن أنا أرجع أنجب بعد كده. لا، أنا غير موافق على هذا الاقتراح، لأن طبعا القدرة الإنجابية دي من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن المساس بها، والأولاد كرزق طبعا. ما أحبش أن أنا أتدخل في حاجة زي كده، لو هي من عند ربنا حاجة طبيعية ما فيش مشكلة، لكن أتدخل في حاجة زي كده ما حبيتش حاجة زي كده. لو انا مضطر بس ممكن اعمل كده، عشان لو يعني لو مش محتاج اطفال تاني ممكن اعمل كده. بس يعني هناك الكثير من التخوف حول هذا الموضوع، انه هو يرجع مبرر. يكون انا هلا مش شايفه اذا حابب يكون في انجاب، لانه الدكتور ذكر انه هناك مشكله في الوسط من جديد، ويمكن يكون هناك مشاكل وفي النتيجه النهائيه لا يحدث الحمل. احنا بنحاول نحلها. دائما نطلب من بعض المرضى عمل سبيرم بانكينج، وهو أنه يخزن السائل المنوي قبل عملية القطع. في الحقيقة هو يفقد القدرة على بعد القطع طبعا، يفقد القدرة على الإخصاب الطبيعي، لكن الحيوان لا زال يتكون في الخصيتين. فاللي يطلب ممكن أن يسحب من الخصيتين بواسطة إبرة ويحقن سواء بالآي في اف بالنابيب أو عن طريق الحقن المباشر داخل الرحم، وما يفقد القدرة نهائيا. دكتور ثامر، إذا أنجب أطفال للرجل وخلص يعني اكتفوا بأطفال عدد معين من الأطفال، لماذا لا يتم تعميم هذه العملية للرجال؟ لأنه النساء كما ذكرت يعني تتحدث عن الحبوب وتتحدث عن اللولب، يعني كلها أمور تحصل مضاعفات للمرأة، مضاعفات نفسية وأيضا جسدية. هل لعملية قطع القناة الدافقة أي مخاطر أعراض جانبية قد تؤثر وتصبح متعايشة معه في حياته؟ نعم هناك، لكن هي قليلة جدا. حتى عمليات قطع الحبل البيضوي عند النساء أيضا لها مضاعفاتها. عند الرجال العملية بسيطة، 10 دقائق
في العيادة الخارجية تحت التخدير الموضعي. مضاعفاتها نوعين، المضاعفات اللي تنتج أثناء القطع خلال الأسبوع الأول اللي هو ألم بسيط، احتقان، تجمع دموي، تزول كلها خلال الأسبوع الأول. نسبة قليلة من الناس أقل من 1% قد يعانون من آلام مزمنة بسبب استمرار احتقان الخصيتين فترة طويلة بسبب قطع السائل المنوي، عدم القدرة على التفريغ، لكن هذه نسبة جدا ضئيلة. هذه أغلب الأعراض اللي تصير. استفسار أخير دكتور، في تخوفات ولكن من نوع آخر أن هذه العمليات قد تسبب يعني مشكلة في الأداء الجنسي أو تؤثر عليهم بشكل أو بآخر. نعم، طرح هذا الكلام كثير، لكن قطع السائل المنوي فقط لنقل السائل المنوي، هرموناتنا الذكرية المسؤولة عن الرغبة الجنسية أو الانتصاب أو حتى إنشاء عملية القذف كلها بسبب الهرمون الذكري اللي ينقل من خلايا الخصية للدم مباشرة، لا يمر عبر هذا الانتصاب. هذا مجرد تسميث فهم خاطئ وليس صحيح تماما. يعطيك ألف عافية. كان معنا دكتور ثامر قصاب، اختصاصي جراحة المسالك البولية. غرفة الهروب لعبة فكرية يعمل المهندس إسماعيل رعد وزوجته لنقل تجربتها إلى أهل العراق في البصرة كبديل عن الانشغال بالهواتف والمقاهي لساعات طويلة، وليفكروا بحلول تنقذهم من متاهة الغرفة التي وضعوا فيها. متابع. الوهاب وزوجها يفتتحان في محافظة البصرة مشروعا فكريا يبعد الشباب عن المقاهي والهواتف النقالة ليضعهم في عالم المعلومات والأفكار أو ما يعرف بغرفة الهروب، التي تم نقل تجربتها من بريطانيا عندما كان يدرسان هناك. فكرة من مشروع تكون الغرفة تسمى غرفة الهروب أو الغرفة المحكمة. نحن نحتجزك في هذه الغرفة، طبعا متكون من الأشخاص من 2 إلى 4 أشخاص. هذول الأشخاص ممكن كأن يكون أصدقاء عمل أو زملاء أو عائلة. هاي المجموعات راح يدخلون هاي الغرفة. هاي الغرفة راح يقوم بها مجموعة من الأفكار والأحجيات والألغاز وألعاب العقل وتركيب القطع، وأيضا مجموعة من الأقفال. فهذه الأشياء كلها راح تدليهم على أشياء معينة، كل شغلة ممكن تدليهم على لغز معين. طبعا الأفكار مستسهلة من السهل للمتوسط للصعب إلى أن يوصلون إلى مفتاح هذه الغرفة. أثناء تجول لمدينة نيوكاسل لفت انتباهي أكو مكان اسمه سكيب روم بمدينة نيوكاسل، فأنا هذا الاسم أني أعرفه بالأفلام ومسلسلات، لاعب لعبات بها سكيب، لكن بالحقيقة ما شايف هذا الشيء. فصار فضول، حبيت أدخل أشوف هذا المكان. فدخلت لي لقيت بأنه نفس الشيء اللي أنا لعبته بالألعاب من كنت مراهق واللي شفته بالأفلام، لكن هذا موجود على أرض الواقع. فكلش عجبتني الفكرة وحبيت أنقل هاي التجربة إن شاء الله من أرجاء يعني للعراق. لقد تمت تهيئة كل شيء، وسائل الإضاءة يصاحبها الأثاث والأجواء التي تساعد اللاعبين على التركيز في حل سلسلة من الألغاز والاختبارات المتتالية للهروب من غرفة مغلقة بإحكام في أقل من ساعة واحدة. من خلال اللعبة تقدر تكتشف هواي أمور، من خلال التركيز، النقاط الضعف اللي عندك، من خلال هواي أمور كلش حلو. الفرق بين الأشخاص، الأرقام، الرياضيات، مساعدة كمجموعتهم بيناتكم، هيك أمور. بعد عن نضيع وقتنا بالقهوة بلعب البوبجي إلى آخره. يعتزل المتنافسون هنا العالم الافتراضي والمقاهي التي ملوا الجلوس فيها ليدخلوا في قصص وأحجيات عليهم الاعتماد على التفكير للخروج من متاهاتها. من البصرة شاكر عواد، العربية. بعد شهرته العالمية وإتقانه اللامتناهي لفن التشوكلت، الخبير بيير ماركوليني في دبي، وبتزامن مع الحدث العالمي إكسبو دبي 2020 حيث ستتاح للزوار فرصة زيارة جناح تشوكلت الذي سيقدم لمحبي تشوكلت ابتكارات شهية وفاخرة. ماركوليني فاز كأفضل خبير طهي معجنات في العالم لعام 2020، فضلاً عن كونه حكماً في برنامج لفن الطهي، ولديه حالياً 40 محل تشوكلت في أهم مدن العالم، كما كانت بدايته بافتتاح أول بوتيك تحت اسمه كعلامة تجارية، وكان ذلك بعام 1995 في بلجيكا.
تنضم إلينا من إكسبو دبي مراسلة صباح العربية أحلام اليعقوب. صباح الخير يا أحلام، وصباح الخير أيضا لضيفك الشيف بيير. يعني حابين نعرف جهزت لنا إيه، هنشوف إيه النهاردة مختلف مع هذا الشيف المتميز. هتشوفوا جرعة كبيرة من السعادة، يعني دائما مربوطة الشوكولات في حياتنا بالحزن بالفرح، إن كنا نريد إهداء الآخرين شيء مميز فأكيد صح نبحث عن الشوكولات الجيد والمميز، وإن كنا حزينين أمام التلفاز فالمرأة أيضا مع تغير مزاجيتها تبحث عن الشوكولات. نحن الآن محظوظين بوجود الشيف بيير هنا في دبي، ورح نتذوق ورح نكتشف على أسرار كثيرة لعالم الشوكولات. شيف بيير، يعني بداية كان هناك طفل قبل 25 سنة، كان عمره 3 سنوات، يقايض ألعابه بلوح من الشوكولات. ماذا تقول له الآن وأنت هنا في إكسبو وتملك كل هذه المحلات؟ واو. أريد أولا بأنكم لديكم الكثير المعلومات الدقيقة، وأنا سعيد جدا لذلك. وعندما أتذكر ذكريات الطفولة، هناك دائما ذكريات متعلقة بالحلويات بالكعكات، خاصة في بروكسل حيث كنت طفلا كان هناك المرينغ والكريمة شانتيي، وكان هناك الكثير من الشوكولاتة. وعندما أنظر إلى هذه الحلويات، كانوا أشقائي وأصدقائي يراهنون بأنني لن أنهي تلك الحلوى، وأنا كنت أعطيهم ألعابي وكنت أخذ الحلويات، وتحولت الحلويات الشوكولاتة إلى شغف كبير. وذلك حصل قبل وقت كبير، كان عمري 14 عاما. قالت لي والدتي: ماذا تريد أن تصبح عندما تصبح كبيرا؟ قلت لها: أريد أن أصبح خبير شوكولاتة، صانع شوكولاتة. قالت لي: إن أصدقائك يريدون أن يصبحوا مصرفيين، وأنت تقول لك بأنك تريد أن تصبح صانع شوكولاتة. وعندما ذهبت إلى مدرسة الحرفيين، حرفي الشوكولاتة في بلجيكا في بروكسل، شعرت في صميم قلبي بأن هذا هو فعلا ماذا أريد أن أقوم به. إنه يشبه الوقوع في الحب بشخص ما لا تعرفون لماذا تشعرون بذلك في قلبك، في داخلك، في بطنك، في بطنك. لا أعرف لماذا أصبحت صانع الشوكولا، ولكن يمكن أن ترون بطني وتفهمون الكثير. طيب شيف بيير، يعني كل هذا الارتباط الذاكرة نملك أيضا نحن مثله، هذا الارتباط لوح شوكولات الكبير. أنت الآن تسوق للشوكولات بعلب صغيرة كعلب المجوهرات، وقد تكون مكلفة. ماذا حدث لتاريخ الشوكولات في حياتنا؟ هل لقلة الاستهلاك أو لجودة الشوكولات؟ أنتم على حق، لا يتعلق الأمر بمسألة الأنفاق أو الاستهلاكية، إن هذه أجزاء صغيرة من السعادة. هناك الكثير من ألواح الشوكولاتة الكبيرة التي كانت تباع، ولكن اليوم الموضة العالمية إلى على امتداد العالم هو التقليل من السكر. ونحن في النهاية نكتشف بأنه في عالم الشوكولاتة كما في عالم الشاي والقهوة والكتب هناك التغيرات، كما في جميع في سائر أنحاء العالم المتعلق بالطعم. هناك أيضا مستويات عميقة جدا من الطعم، وما أسميها الجران كرو في عالم الشوكولاتة. إن أحلام ستأكل هذه القطعة الصغيرة من الشوكولاتة، وهي جزء صغير من السعادة. يمكنكم أن تشعروا بالقرمشة، هناك الكثير من النكهات والقرمشة ترون هناك. هناك أستخدم الكثير من البندق، وهنا في دبي أستخدم البلح والتمر والكثير من المنتجات المحلية، الكثير من الأمور. قال لي شريكي هنا في دبي، وقال لي: لماذا لا تستخدم البعض من المنتجات المستخدمة هنا في هذه المنطقة؟ فقمت باستخدام العسل وبالتمر وبالمقبلات وبالقلوبات، وقمنا بوضع كل تلك المنتجات وضعها في الشوكولاتة، ونبيع ذلك ليس فقط هنا في الشرق الأوسط ولكن أيضا في باريس. توغني دي تون جدا كبير للبحث عن أجود أنواع الكاكاو حول العالم، ثم تخلطها ببعض المنتجات الأخرى، ألا يعتبر ذلك انقاص من قيمة الكاكاو، ولا هي تلبية لرغبات الناس؟ وما أغرب نكهة صنعتها في حياتك؟ بصراحة
إن ذلك يجعلني أضحك، وأنا أعتبر بأنه عندما يكون لدينا قاعدة أساسية في النكهات، قاعدة الشوكولا، وهذا ما نبني عليه. لدينا هنا متاجر في الإمارات، في الشرق الأوسط، في باريس، عندما ترون هذه عمليات التبادل هذه في النكهات بين الدول من الثقافات، وتريدون أن تقولوا نعم أريد أن تتماذج هذه الثقافات، هذه النكهات بين الشعوب، بين الدول. هناك اليوزو في اليابان، هناك الكثير من الأمور التي أستخدمها من الصين، لدينا علبات واحدة، علبة واحدة فيها كل النكهات. يعني شيف بيير معروف بصنع الباستري كما ذكرنا، الحاصل على الجائزة 2020 للعالم. إلى اللقاء، اتركوني مع هذه الجرعة الكبيرة من السعادة. شكرا لكم. Merci à tous. Je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup. شكرا. نذهب إلى موضوع أقل سعادة. تتصاعد أزمة المهاجرين إلى أوروبا عبر بيلاروسيا، والتي وصلت إلى حد وصفها بالحرب الهجينة. بولندا تتهم بيلاروسيا بأنها تستخدم المهاجرين غير الشرعيين للضغط على أوروبا من أجل رفع العقوبات عنها. وفي خضم الأزمة يفترش آلاف اللاجئين من العرب والجنسيات الأخرى الغابات الحدودية الفاصلة بين البلدين، وقد تقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم الأسلاك الشائكة من طرف الحدود البولندية، حيث يعيشون في ظروف سيئة وسط البرد القارس ونقص الغذاء والدواء. لا تزال أزمة الهجرة عبر الحدود البيلاروسية البولندية مستمرة. لا أرقام دقيقة للعالقين على الحدود. تقديرات الأمم المتحدة تؤكد أنهم بالآلاف. بولندا نشرت 15,000 جندي على حدودها مع بيلاروسيا لتوقف اختراق المهاجرين إلى حدودها، معلنة حالة الطوارئ. بيلاروسيا أكدت أنها لا تريد أي نزاع عند حدودها في رد على تصريح بولندا بأن ممارسات بيلاروسيا هي حرب هجينة، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي أن هذه المسألة شكل من أشكال إرهاب الدولة تمارسه بيلاروسيا. الحدود شهدت حتى الآن مصرع مهاجر واحد فضلا عن مقتل جندي بولندي، والأمم المتحدة قالت إن الوضع لا يحتمل. أما المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل فأكدت أن استغلال اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية أمر غير مقبول. وسنتحدث أكثر حول هذا الموضوع وقصة لاجئ، هذه المرة من برلين، الصحفي واللاجئ أحمد العبدو. أحمد، أهلا بك معنا في صباح العربية. لا نريد أن نتحدث سياسة، دائما المدني هو من يدفع ثمن الحروب ويدفع ثمن الأزمات والسياسة. كيف كانت رحلة عبورك من سوريا إلى ألمانيا؟ ما هي المصاعب التي واجهتموها، وهل كنت وحدك في رحلة اللجوء؟ صباح الخير لنادين ومروة لكل اللي يسمعونا. طبعا نحن بنقول ما بدنا نحكي سياسة، بس احيانا يعني الواحد لازم يكون يعني عم بيحكي بشكل واضح انه سبب لجوئي انا اهم عندي من المتاعب اللي مريت فيها على طريق البحر، اللي هي كانت معروفة لكثير ناس رحلة الموت. لانه انتم شفتوا الفيديوهات اللي طلعت، شفتوا كيف كان عم يتعاملوا تجار الدم بهذا الموضوع من المهربين خلال البحر أو من المناطق الثانية اللي هي كانت من تركيا أو ليبيا أو هاي الدول. فالموضوع ما كان سهل. بالنهاية نحن كنا عم ندفع فاتورة ما بنعرف أساسا رح نوصل نحن أحياء ولا لا. بس في البداية سبب
يعني سبب لجونا او خروجنا من بلادنا هو كان يعني الشيء الاصعب علينا بالحياه. يعني اليوم نحن وقت اللي طلعنا من سوريا طلعنا بسبب ممارسات وحشيه كانت اصعب من انه نتخذ فكره انه نحن ممكن نركب بقارب مطاطي ممكن يودي بحياتنا بين اسماك البحر وما عاد انتهى حياتنا في هاي الرحله. فهذا الشيء اللي نحن بنركز عليه رغم انه نحن بنقول ما بدنا نقرب على الموضوع السياسي من خلال المواضيع المدنيه. نعم. بس نحن بالبدايه يعني بنقول انه اليوم نحن كلاجئين نحن دعاه سلام وليس دعاه حرب، ونحن لاجئين حرب مو لاجئين جوع. ولكن كإنسان أنت عرضت نفسك للخطر كما ذكرت أحمد، يعني رحلة محفوفة بالمخاطر، قد تتعرض للمخاطر على ظهر المركب المطاطي، وأيضا هناك الآلاف من المهاجرين الآن على الحدود يتعرضون للبرد والصقيع، قد يموتون بسبب هذا البرد الشديد، أطفال معهم ليس لديهم مقومات الحياة، كل هذه الأمور القاسية وحتى الرصاص على الحدود، كيف يتعامل المهاجر مع كل هذه الظروف القاسية؟ هلا كل بالمجمل كل اللاجئين بنقول نحن مقولة شهيرة مجبرا أخاك لا بطل. يعني اليوم وقت اللي أنا بدي أكون عايش بسوريا تحت آلية نظام عبثي مجرم أو بين فصائل متطرفة فأنا هيك محكوم بالموت. فاليوم نظام الأسد ولا ميليشيات ولا الفصائل المتطرفة مثل داعش وغيرها أنا بوجودي بينهم موت حقيقي وموت محتوم. فالأفضل أنه أنا أطلع برحلة مثل رحلة الموت عبر البحر وكون أنا داعي للسلام. اليوم طيب كم يوم فيديوهات انتشرت أحمد يعني أزمة اللاجئين أزمة ليست بالجديدة، الناس طلبوا فيزا لبيلاروسيا. طيب أحمد أزمة اللاجئين هي أزمة ليست بالجديدة، وعلى مر السنين حتى خلال يعني ب 2015 كانت أزمة اللجوء الشرق أوسطي في ذروتها يعني كما كان معروف. لكن اليوم برأيك يعني كصحفي وكلاجئ يعني قطع في هذه التجربة، ما هي الحلول للتعامل مع اللاجئين؟ لأنه صار في سياسات دول، صار في تصفية حسابات بين دول، المسألة وصلت إلى تصعيد ومناورات عسكرية كمان على الحدود. صحيح. واليوم مثل ما كنت عم بقولك اليوم من كم يوم انتشر فيديو من على بوابة مطار دمشق الدولي لمجموعة ناس بالمئات بدهم لسه يطلعوا من سوريا. ففكرة اللاجئين هي ما عبارة عن تجارة عم تقوم فيها الدول لترضي سياسات معينة، هي فكرة أنه ناس خلص فقدوا الأمل من العيش ببلادهم لأسباب عديدة أحدها الإجرام. فالفكرة قطع المشكلة الأساسية هي أنه بتغيير هذا الشيء اللي هن عايشين فيه ببلادهم لحتى يقدر، يعني أنا الواحد من الناس ممكن أرجع لسوريا بس ما أرجع لتحت حكم طيب. نظام مجرم، والعدد رح يتفاقم أكثر وأكثر طالما هذا الشيء مستمر. اليوم نحن ما لنا لاجئين جوع، لاجئين حرب. فالحرب قاسية على الناس، وقت اللي عم ناخذ هيك قرار عم نترك اهالينا، عم نترك بلادنا، عم نكون مجبرين. يعني الموضوع ما عم بيكون ابدا من ضمن مخططات حياتنا، عم بيكون موضوع فجأة خلص انا بدي اطلع بحياتي حتى لو على رحلة من الموت، رحلة الهروب من الموت. شكرا جزيلا لك الصحفي واللاجئ احمد العبدو من برلين. وفقرة مسك الختام في صباح العربية مع المغنية كريستال ديب، وهي معنا الآن في الاستوديو، وسنسمع منك أغنية من البؤساء لنجعل اليوم الناس سعداء بهذا الصوت الجميل. يسعد صباحك، تفضل. يلا. Dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, and dreams were made and used and wasted. There was no ransom
voice as soft as thunder as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. By my side, he filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me. يعني صوت رائع وأداء يجنن. يعني دريم ونحن يعني رحنا في مكان آخر. يعطيكي ألف عافية. شكرا جزيلا. نراكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.